كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. Bonsoir, je suis مساء الخير. أنا أرماندو باروكو سفير إيطاليا بالمغرب. أنا جد سعيد لحضوري هنا بمدينة الصويرة من أجل افتتاح ملتقى السينما الإيطالية الأول. أود أن أشكر جميع من ساهم في تنظيم هذا الملتقى والذي يعتبر محطة من محطات برنامج تنظم السفارة الإيطالية بالمغرب بمعية المعهد الثقافي الإيطالي وجمعية الصويرة موغادور ووزارة الثقافة والمجلس الجماعي للصويرة. بشكل عام حاولنا من خلال هذا الملتقى التعريف بالثقافة الإيطالية من خلال عرض أفلام قديمة وحديثة. هذا هو الملتقى الثالث الذي قمنا بتنظيمه خلال هذه السنة، ونحن جد سعداء بعرض أفلام كلاسيكية سينمائية وكذا حديثة إيطالية هنا بالمغرب كمرحلة أولى، ونتطلع إلى جعل هذا الملتقى سنويا في المستقبل. نشهد اليوم انطلاق الدورة الأولى من ملتقى سينما الإيطالية التي تشهده الخزانة الوثائقية بمدينة الصويرة. هذا الملتقى الذي يمتد من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري، ويعطي كارت بلانش للمخرج سيرجيو بوغي المخرج الإيطالي. الانطلاقة جاءت من خلال فيلم دولتشي فيتا الذي عرض في الافتتاح، وأظن أن هذه اللحظة التي تنعيشها اليوم هي لحظة تاريخية، أعتبرها جد تاريخية. أولا لأن الدورة الأولى لملتقى سينما اللي تحرمت منها يعني الساكنة بمدينة الصويرة لسنوات طويلة، وإنما أيضا لأن المكان الذي يحتضن هذا اللقاء هو الخزانة الوثائقية لمدينة الصويرة. سعداء جدا بأن تنطلق الأشغال وأن تنطلق أيضا الأنشطة في هذا الفضاء الجميل جدا للإشارة، فالفضاء كبير جدا، ليس فقط هناك قاعة للعروض السينمائية، ستكون هناك أيضا نفس القاعة للعروض المسرحية، ستكون هناك أيضا فضاءات خاصة بالكتاب، فضاءات خاصة بالطفل، أروقة أيضا للعرض، فهي خزانة وثائقية شاملة متعددة الوظائف. سعداء جدا طبعا أن تكون وزارة الشباب والثقافة والتواصل طرفا في إنجاز هذا المشروع. هذا الدورة الأولى ديال ملتقى السينما الإيطالية بصويرة طبعا شيء جميل، يستجيب لواحد المسائل القديمة اللي كان فيها غياب قاعة السينما وفيها يعني الشغف ديال السكان مدينة الصويرة باش يعاودوا يعيشوا هذاك الشيء اللي عشنا احنا وعشهم دي جينيراسيون اخرين مع السينما. حاليا في هذا المقر ديال الخزانة البلدية مركز ثقافي تشتغل مع البلدية والثقافة وسمو في هذا اللقاء هذا اللي صارت على تنظيم جمعية الصويرة موغادور وبتعاون مع المجلس الجماعي مدينة الصويرة وأيضا سفارة إيطاليا في المغرب والمديرية الإقليمية للثقافة بالصويرة. هذا اللقاء وفي هذا الفضاء هذا هو إحياء من جديد ذاك الأمل ديال أننا تكون عندنا واحد القاعة كبيرة ديال السينما والمسرح. إذا اليوم عشنا واحد اللحظات اللي كنا كنتسناوها منذ سنين مدينة الصويرة هو افتتاح ديجا الخزانة ولا هذا المركز الثقافي البلدي لمدينة الصويرة اللي كيف ما كتعرفوا جميعا هو واحد الفضاء اللي هو كان عبارة عن ورش لمدة تزيد عن 10 سنوات، ومع أن هذا الورش هذا نتاع المركز مازال ما كملش، ولكن عطينا أن يفتح للجمهور الصويري لأن مع 10 سنين ولا 12 عام راه كثيره بزاف. واليوم كان الافتتاح نتاعو بواحد البرنامج ديال واحد الملتقى سينمائي نتاع السينما الايطاليه، وهذا الملتقى كان مدعم من السفاره بيان سور، السفاره نتاع ايطاليا بالمغرب، المركز السينمائي المغربي، جماعه الصويره بطبيعه الحال، جمعيه الصويره موغادور، وشركاء اخرين من خاص والعام.